ينضم إلينا الخبير أو خبير الأمن الغذائي والطوارئ الدكتور فاضل الزعبي. دكتور الزعبي حياك الله في قناة المملكة. يعني بداية عندما يتم الحديث بأن الأردن في المرتبة 64 بين الدول على مؤشر الأمن الغذائي لعام 2019، على ماذا يدل هذا المؤشر وما الذي أمام الحكومة أو الجهات المعنية اتباعه؟ شكرا لك. مؤشر 64 على مقياس الامن الغذائي اللي هو بيعتمد على عده مؤشرات، على عده مقاييس، ابتداء من توفر الغذاء، مرورا بسلامه الغذاء، وايضا القدره على الوصول اليه، واستمرار هذا الامن الغذائي وهذه الحاله خلال كامل العام. احنا في الاردن مركزنا 64 خلال العام الماضي 2019 كان هنالك في نوع من الصعوبه اللي هي رفعت المؤشرات عندنا في وصول المواطن للغذاء نتيجه عوامل اقتصاديه عديده، منها ازدياد البطاله، منها عدم توفر الدخل الكافي واللازم، كذلك مقياس السلامة أتصور حصل عندنا أكثر من حالة تسمم، وهذه أدت إلى وجود خلل في منظومة مراقبة سلامة الأغذية. الآن الحكومة مطلوب منها الكثير على صعيد الأمن الغذائي. لم أرى إشارات محددة من قبل الحكومة، لكن رأينا عدة إشارات من سيدنا صاحب الجلالة خلال الثلاثة أشهر الماضية أكثر من 9 مرات ركز على موضوع الأمن الغذائي، ركز على أن الأمن الغذائي هو التحدي في 2021، يشارك في مؤتمر سلامة الغذاء العالمي. هذه المؤشرات كلها يجب أن تلتقط من القائمين على قطاع الزراعة وقطاع الأمن الغذائي حتى يستطيعوا أن يوجه هذا الموضوع إلى مساره الصحيح ويخفف المعاناة في على المواطن في موضوع الأمن الغذائي من أجل أن يحصل على غذاء صحي وسليم ومغذي. لا تنسي أن الغذاء الصحي والسليم والمغذي كلفته للشخص كما قدرتها الأمم المتحدة تصل إلى حدود الدولارين باليوم، وهذا مبلغ مش قليل لرب أسرة يعير 5، وإذا أمه وأخته عنده معنى ذلك هذا المبلغ غير قليل، وهذا يؤثر على وضع الأمن الغذائي. يعني دكتور عندما تحدثت عن كل هذه التفاصيل هذا كان ب 2019، ما بالك بهذا العام الذي العالم ما بين نارين لنقل، ما بين كورونا وما بين أزمة المجاعة وخصوصا تبعات كورونا لنقل، وهناك من يدرك أو لا يدرك لقمة الخبز فعليا دكتور الزعبي، فبالتالي التداعيات الاقتصادية الجماثر هذا الأمر. سؤالي، ما الخيارات الآن متاحة للطرفين، للشعب وللحكومة للتعامل مع هذه الأزمة؟ زي ما تفضلت تماما، هذا كله في 2019، فما بالك في 2020 ونحن أمام تحدي جديد، أمام تحدي آخر، تحدي كورونا اللي مش بس أثر على سوق العمل في الأردن، أثر على سوق الاقتصادي في العالم، وبالتالي تداعياته واضحة حتى ارتفاع الأسعار عالميا. يعني الشهر الماضي لأول مرة تسجل أسعار الغذاء عالميا ارتفاع بنسبة 5%. إذا مطلوب جهد كبير. يعني إذا بدنا نتحدث على الحكومة وهي العاتق الأكبر وليس الكلي، العاتق الأكبر يقع على المسؤولين عن قطاع الزراعة، أصحاب القرار في القطاع الزراعي، يجب أن يكون هنالك اهتمام بمفردات الأمن الغذائي، بالإنتاج لكي يخلق فرص بتحسين الأسر، تحسين حياة الأسر الفلاحية، وذلك عن طريق عدة أمور، ابتداء من التحفيز الزراعي، تحفيز الاستثمار الزراعي. يجب أن يكون هنالك في محفزات زراعية. احنا بنعرف في الأردن تفتتت الملكية وأصبح معظم المزارعين هم صغار مزارعين، وبالتالي عزفوا عن الزراعة. إذا هذا موضوع. الموضوع الآخر، يجب أن يكون استيراد للتكنولوجيا الحديثة من أجل معالجة موضوع محدودية موارد الأردن الطبيعية سواء من التربة أو من المياه. هذه التكنولوجيا تزيد الإنتاجية، معنى ذلك أن يستطيع المتر المربع الواحد أن ينتج أكثر مما كان ينتجه سابقا. أنا بدي أذكر شيء بسيط جدا بدراسة سواها بنك الزراعي الدولي،
ب 35 دوله، تقريبا معظم دول مناطقنا مقابل $1 استثمار في القطاع الزراعي بيجيب له دولارين او ثلاثه، بينما في بعض الدول بيصل 7 أو 8. في الاردن البوتنشال المتوقع من الاردن هو كل دولار بيعطي $8، لم نصل الى هذا الرقم لانه هنالك ما يقارب من $1 مليار لم تستغل في قطاعنا الزراعي. تقريبا احنا بنشتغل في 50 إلى 60%. لماذا؟ ربما اتوقف لأنه معك دكتور على محدوديه الموارد، يعني لا يوجد لربما محدوديه موارد، هناك من زرع الصحراء وبالتالي التربه بالاردن بالعكس هي متميزه جدا، ولكن لربما العاتق الاكبر والمسؤوليه الاكبر على التوعيه في ما نملكه واهميه الزراعه والامن الغذائي. دكتور اذهب واياك بحسب خبرتك دكتور الزعبي، عالميا عندما ياتي الامين العام بالامم المتحده انطونيو غوتيريش ويقول بانه نحو 130 مليون شخص قد يدفعون إلى حافة المجاعة بحلول هذا العام الاستثنائي، برأيك كما قلت سابقا دكتور يعني العالم ما بين أزمتين، يعني أزمة حروب ومجاعات أصلا كانت موجودة والآن زاد أثرها كورونا، يعني كيف يمكن للعالم وللأمم المتحدة بالمساهمة في تقليل نسب المجاعة في العالم؟ هل من خيارات متاحة لنقل؟ هنالك عدة خيارات، أولها توفير السيولة اللازمة للاستثمار، والأمم المتحدة حددتها بحدود 14 مليار خلال 10 سنوات القادمة حتى تستطيع أن تصل إلى تنمية الموارد في العالم وتنمية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. نعم. كيف؟ هذا السؤال المهم. يعني معلومة بسيطة، إحنا الآن العالم فقط 9 محاصيل تشكل 66% من سلة الغذاء العالمي، بينما هنالك فوق 30,000 محصول في العالم غير مستغلة. لذلك التنوع، وهنا الزراعات الغير تقليدية عنوان مش بس للعالم، حتى عنوان لنا في الأردن. وبرجع على محدودية الموارد، أنا ما بقول أنه محدودية الموارد هي عائق، وإنما يجب أن نجذب التكنولوجيا المناسبة في الري المناسب حتى نستطيع أن نصل إلى هذا الكلام. عالميا يجب أن يتم تغيير السياسات التي من الممكن أن تقوم بها الأمم المتحدة بشكل أفضل، عوضا عن التركيز على المساعدات الغذائية لمناطق النزاع يجب أن يكون هنالك تركيز أكبر على دعم الاستثمار في قطاع الزراعة وتغيير السياسات لدى دول العالم، خلينا نسميها النامية أو الداخلة حديثا في السوق العالمي اللي منها منطقتنا شمال أفريقيا والشرق الأوسط. دكتور بحسب خبرتك وأنت خبير الأمن الغذائي والطوارئ، دائما أحب أن أسأل في ختام حواري عن هل هناك لربما بارقة أمل تلوح بالأفق؟ نعلم بأنه عام استثنائي ونعلم بأنه هناك أصلا كان موجود أزمة حروب وأزمة مجاعة أصلا موجودة في العالم والآن أزمة كورونا، لكن بحسب خبرتك هل هناك لربما بارقة أمل تلوح بالأفق في هذا العام؟ نعم، في بعض المؤشرات اللي ممكن تخلينا شوي نتفائل. يعني اذا تحدثنا عن سله الحبوب وهي السله الاساسيه للمواطن في العالم كلياته، وفي الاردن المنتوج العالمي لغايه 2021 هو كافي وزائد عن الحاجه. هذا لا يعني بانه احنا حلينا مشاكل الامن الغذائي، انما يعني ان المواد متوفره. يتبقى نقطه مهمه جدا، قدره الدول على الدخول في هذا السوق والاستيراد ووجود الموارد اللازمة في ميزانيتها حتى تستطيع أنها توفر هذه المادة لشعبها، وثانيا قدرة المواطن على شرائها. أما بارقة الأمل على سبيل المثال، ارتفاع الأسعار كان محدودا هذا العام لما يتجاوز 5%، وهذه لها جانب إيجابي ولها جانب سلبي. جانبها السلبي شوية برفع السعر على المواطن، لكن جانبها الإيجابي بشجع المستثمر في القطاع الزراعي أنه يستثمر لأنه أصبحت مجدية. لذلك أنا أتوقع ببداية الربع أو لنقل الربع الأول من 2021 ما رح نصل إلى زيادة في الجو على 130، رح يتم المعالجة على الأقل، رح يستطيع العالم إيقاف رقم الجوعة في العالم عند 690 مليون أو 700 مليون. إذن خبير الأمن الغذائي والطوارئ الدكتور فاضل الزعبي، حقيقة شكرا دكتور على كل هذه التفاصيل.